انا ما بقعش في حرج وانا ما بكسفش. جاهز ليك دي بقى اللي هو الف ليله وليله، بنعمل الف ليله وليله دلوقتي. اسلام خيري وانور عبد اللويس مؤلف، وياسر جلال، وياسمين رئيس البنتي اللي هي شهرزاد، وانا وياسر جلال طبعا شهريار. كنت كان نفسي انا اعمل دورك يا ياسر. يلا معلش. يعني انا عامل رئيس الوزراء بتاعه قمر الزمان، وهو ابو شهرزاد. واللذيذ في الموضوع ان هو مختلف عن حواديت شهرزاد القديمه وشهريار، اللي فيه حياه اجتماعيه للعيله دي. يعني احنا مش معتمدين بس على الحواديت اللي بتحكيها شهرزاد لشهريار، لا، حياتهم بره الحواديت، حياتهم بقى يعني المشاعر الانسانيه والحياه الانسانيه ما بين العيله دي كلها عامله ازاي. وهتلاقي في ناس، يعني في اخوات وفي قرايب وفي يعني في حدوته تانية جديده خالص.